الجامعات الخاضعة لسيطرة الميليشيا كيف تحولت إلى ساحات لنشر الفكر الحوثي؟ ما هي مخاطر تغير البنية التعليمية وتجريف المناهج؟ ناهيك عما أصاب الكوادر الأكاديمية بين التهجير والتنكيل. أهلا بكم. وثيقة لاختبار مادة الثقافة الوطنية في إحدى الجامعات الخاضعة لسيطرة الميليشيا تؤكد استهداف المنهج الأكاديمي وتغير البنية التعليمية، وتحمل نذر ومؤشرات خطيرة عما أصاب التعليم ومؤسساته عبر تحويل الجامعات إلى ساحات لنشر فكر الحوثي وأهدافه التي تمضي خارج سياق المنهج التعليمي عبر الأنشطة والبرامج الموجهة للطلبة. 4 سنوات من طمس الهوية الوطنية والثقافية والدينية والاجتماعية وما خلفته من هجرة لمعظم الكوادر من هيئة التدريس نتيجة للممارسات الميليشاوية. 4 أعوام من التجريف الممنهج للمناهج التعليمية وتغييب الكوادر الأكاديمية لأسباب عدة، منها القهر والاضطهاد الذي يمارس بحق الأكاديميين وقطع المرتبات واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى حوزة الميليشيا. فغير التحذيرات السابقة من قبل اتحاد الجامعات العربية من التعديلات الجوهرية على المقررات في الجامعات اليمنية والخطر المحدق بأجيالنا، ما هو موقف الدولة والمنظمات المعنية بالتعليم من كل ذلك؟ مضامين طائفية تستوطن كليات ومعاهد التعليم العالي. تشير الوثائق إلى أن الميليشيا عكست إرثها الفكري في امتحانات الطلبة، وأوردت عبارات ذات بعد طائفي، كما هي أسئلة الطلبة في كلية المجتمع للعلوم الصحية، والتي تضمنت سؤالاً له علاقة بتاريخ اليمن وجمعة رجب ودخول علي بن أبي طالب. بحسب متابعين، فإن الإرث الطائفي لميليشيا الحوثي اللافتة الجديدة للإمامة لم يقتصر على التوغل في ذهنية العوام في مناطق سيطرة الميليشيا، بل وصل الأمر إلى الضرب على العظام إذا ما تعلق الأمر باستهداف البنية التعليمية الجامعية وفق الوثائق والدلائل واللحظة الراهنة للتعليم العالي. مناهج العلوم الإنسانية المتعلقة بالثقافة الوطنية والتاريخ والثقافة الإسلامية باتت منصة لتمرير الأفكار الحوثية التي تتكون من خليط الفكر الإمامي السلالي والفكر الخميني الطائفي المتمثل في إرث الولي الفقيه واستحضار المستنقع التاريخي المليء بالعنف السياسي من الغدير إلى كربلاء. استحدثت الميليشيا مواداً جديدة تتحدث من خارج المنهج التعليمي، تحمل مضامين ذات صلة بالميليشيا الحوثية، وجعلت مواداً إلزامية ضمن المقرر الجامعي، وعهد في تدريسها إلى أكاديميين موالين للميليشيا وضمن جناحها في الجامعات. وشملت أوراق الامتحانات أسئلة لها علاقة بالمدخلات الطائفية الجديدة. 4 سنوات من التجريف الممنهج للعملية التعليمية منذ اللحظات الأولى لانقلاب الميليشيا في العام 2014 إلى السيطرة على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، لتتحول لاحقاً إلى مساحات لنشر الإرث السلالي الطائفي عبر الأنشطة والبرامج الموجهة للطلبة. هذا المسلك الحوثي اضطر عدداً من أساتذة الجامعات تحت سيطرة الميليشيا إلى تقديم إجازات مفتوحة، بينما هاجر معظم الكوادر الأكاديمية، واستمر البعض في مقاومة هذا المسلك تحت لافتة البقاء في صنعاء ولو عظم الخطر. يعيش أكاديميو الجامعات أوضاعاً صعبة في ظل انقطاع الرواتب، وشهدت الأشهر الأخيرة وفاة العديد من الأكاديميين، آخرهم رئيس قسم الآثار بجامعة صنعاء الدكتور عبد الغني علي الذي توفي بعد أن عجز عن شراء أدوية السكر التي يتناولها بشكل منتظم منذ سنوات. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذن دكتور، مناهج الحوثي بدل مقررات جامعية ويعني أسئلة حتى وملازم بدر الدين أو حسين بدر الدين الحوثي متضمنة لكثير من المناهج، كيف يمكن الوقوف على هذه الإشكالية؟ طبعا كما تعلمين أن المشروع يقوم على الفكرة، بمعنى
حتى عندما بدأت هذه الجماعة بالتحرك قامت بإنشاء الشباب المؤمن، تقوم حول تغيير الذاكرة، تغيير القيم، تصورات الناس للحكم، تصورات الناس للشرعية، تصورات الناس لما هو مقدس وما هو مدنس. ولهذا انطلقت الجماعة من خلال المخيمات الشبابية للشباب المؤمن، ولهذا الرهان على تغيير الذاكرة وتغيير التصورات هذا أساس، لأن بدأت الفكرة الحوثية نحو إحياء واستدعاء الثقافة التي تقدس هذه الجماعة في الجغرافية التاريخية لهذه الجماعة، هذا في غاية الخطورة. ولهذا هم حتى راهنوا على أن يكون ماسك التربية والتعليم شقيق عبد الملك الحوثي استهداف الجامعات ومؤسسات التعليم، هذه مؤسسات في غاية الخطورة، لأنهم يدركون أين الخطورة في المسألة. شوفي، حتى الناس يفهموا، ما نتكلمش بنظريات جامعية ويقولون هنتكلم بتنظير. الفكرة في علم الاجتماع أقوى من الجسد، الفكرة بمعنى عندما عمار بن ياسر رفض أن 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 حتى مجاملة أو إنقاذ نفسه ألا يقول، أنه يقول أنا كفرت بدين محمد، لكن لم يقل، وتحمل العذاب، لأن الفكرة هي التي أقوى من الجسد. الجسد يتحمل، الجسد يمكن لك أن تصوم من أجل أن تصل إلى الرضا وإلى طاعة الله، يمكن لك أن تقاتل، ولذلك هم يراهنون على الفكرة، ولهذا هم يحاولون تغيير البنية التصورات والأفكار، من هو مصدر الشرعية، من هو المقدس، من هو المدنس، من هو الآخر. ولهذا بدأوا في الشباب المؤمن بالتحرك تحت مفهوم إحياء المذهب الزيدي، وتحركوا وقاموا بتنشئات نشأ ثم تحركوا تقدم. لو تلاحظين لدي دراسة تتحدث حتى عن التقدمات العسكرية، 5%، 10%، 15%، يلتهمون الجغرافية ويتوسعون في التعبية. ولهذا التعبية، كنا نقول لسلطة الشرعية المعركة، دول التحالف لها مصالح في إطالة المعركة، لكن المعركة ليس لصالحنا، ليس من حيث المعنى العسكري، من حيث أيضا تغيير النشأ. هناك الآن يعني هناك تغيير مناهج مدرسية، هناك تغيير للنشيد، للأناشيد، للمقدس، للمدنس. نعم، يعني منذ المراحل الابتدائية وصولا إلى الجامعة. ولكن هل تعتقد أن في الجامعة هناك قدرة على تطييف شباب يفترض أن يكون أكثر وعيا من أن تنشئه منذ طفولته؟ هل يمكن أن تمرر مثل هذه يعني التداخلات التي على المنهج والتغييرات التي على المنهج، هل يمكن أن تؤثر على الطلاب مستقبلا؟ هنا الجامعة، الجيل اللي تربى قبل هذه الفترة، طبعا ما يسمى بالترهيب الفكري، يعني شوف بعض الامتحانات اللي لاحظناها وسربت فيها نوع من الترهيب الفكري على الطلاب، بمعنى أن الطالب لما يقول لك مثلا اذكر خطوات مواجهة العدوان، فأنت هنا كطالب مجبر أنك تضع خمس، وبالتالي هذا نوع من مراقبة الطلاب، نوع من الترهيب الطلاب، وهذا يتنافى مع حرية الأكاديمية بعدم يعني فرض الأفكار والتصورات وجبر الطلاب على التوجه نحو اتجاه معين. بالتالي الطالب في علاقته علاقة نجاح ورسوب، وبالتالي هو يريد أخذ الشهادة، فأنت عندما تقول له عرف العدوان هو سيعرف العدوان وربما ليس له قناعات. ولكن إذا أنا أنبه هنا، الحوثيين يعملون على بقاء، يعني في إطار المشروع، على بقاء الوضع اليمني عقود، بقاء عقود، يعني هناك جيل من الطفولة من الروضة والأطفال سينشأ لديه تصور أن شرعية الحكم هي شرعية البطنين. هناك أيضا سيتم خلق نوع ما يسمى بعلم الاجتماع صناعة الآخر، بمعنى من هو الآخر لك، وهذا في والآخر هنا وتصورتك للآخر العقائدي، الآخر الجغرافي، الآخر المذهبي. هؤلاء الجماعة تعمل، أين قوتهم؟ قوتهم يريدون إعطاء أو إيجاد حامل مجتمعي لشرعية الحاكم،
وهذه يعني إيجاد ما يسمى بالحمل حتى نفهمها للناس، يعني لابد من جماعة جماهيرية تؤمن أن هذا الرجل هو مصدر السلطة، وأن لا سلطة جمهورية، أن السلطة في البطنين، وأن عبد الملك الحوثي هو مصدر السلطات. وشعاراتهم شيء آخر، لعلم أنهم كالإيرانيين، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وهم على علاقة مع إسرائيل وأمريكا. هؤلاء يكتبون أن جاءت ثورة 21 سبتمبر ليش يقولون لتعزيز تداول السمير السلطة وإلى آخره. هؤلاء يتحركون في إطار يعني استراتيجي خطير، ونحن وش نحن نقول كيمنيين، يعني نبهنا أن سرعة العمليات العسكرية لا علاقة لها بسرعة استعادة السلطة، لها علاقة بكيفية تخفيف أو تقليل الأضرار، ليس البنية التحتية. البنية التحتية يمكن بناءها، البنية الصحية يمكن إعادتها، تدمير المنشآت سهلة في أموال، لكن التدمير الذاكرة الوطنية. الآن وجدت اليوم صور بجانب قصر الحجر لتشوهات، وأنا كنت وسأقولها على الهواء مرة في إحدى المرات، كنا في زيارة لأحد الشخصيات التي تدعي أن تنتمي إلى الأسرة الهاشمية، وكان لدينا هذا الشخص يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يتحدث مع الأمريكي، وبالصدفة التقطت الحديث وهو يتحدث في الإنجليزية، ويقول له هذا قصر جدي، هذا قصر جدي. بالتالي هم دمروا متحف تعز، دخلوا في 21 سبتمبر من همدان، المكان الذي هرب منه البدر. ماذا يعني ذلك؟ أنهم يتحركون في الثورة الثقافية، بمعنى عندما البدر خرج من همدان هم دخلوا من همدان. 21 مارس يوم إطلاق النار على الإمام أحمد، في سبتمبر نقوم بخلق ضبابية ثورة سبتمبر، والآن يحتفلون بين 5 أيام بسبتمبر أو ب21 سبتمبر كثورة. وهذا طبعا نحن لا نتحدث عن ثورة سبتمبر، نحن نتحدث عن انقلاب واضح. بالتالي نحن أمام يعني أمام كارثة وطنية. نعم. إذن اسمح لنا الدكتور وطنية. أن ينضم معنا الدكتور عبد الله ناشر، عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء، من صنعاء عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير. أهلا بك دكتور، وكونك لا زلت تعيش داخل اليمن وتعيش الكثير من أوجاع، كيف تقيم الوضع التعليم العالي في البلاد خلال 4 سنوات الماضية؟ شكرا جزيلا. الواقع البلد برمتها دخلت في إشكالية كبيرة منذ 4 سنوات. هذه لم تأثر فقط على التعليم العالي، أثرت على كل جوانب الحياة في المجتمع اليمني، وقطاع التعليم العالي هو جزء من هذا البلد، تأثر طبعا بشكل كبير في كل جوانب، وسواء في الجانب التعليمي، سواء في حالة المعيشة اللي يتعرض لها أعضاء هيئة التدريس، حالة الطلاب أيضا هي جزء هام جدا من الحياة الجامعية، أيضا تأثرت بشكل كبير. هناك التغيير الكبير حصلت في هذه الفترة، حالة الناس طبعا لا تخفى على أحد. نعم. إذن برأيك ما مدى خطورة عملية التجريف التي تتعرض لها العملية التعليمية في صنعاء؟ الواقع التغيير المناهج أو حالة التضييق اللي تحصل في أي مجتمع كان، هذه بالتأكيد تنعكس على كل على البلد وكل، وعلى الأجيال التي ستخضع للمناهج التي تدرس في اللحظة الراهنة. لابد من خط وطني جامع للناس كلها، ليس هناك إمكانية لأي طرف أن يفرض نفسه في داخل البلد كطرف منفرد بالسلطة أو منفرد بالفكرة أو بالمذهب أو بغيرها. لابد من خط وطني جامع للناس كلها يلتقوا عندها، وهذه حالة لن تدوم.
مهما حاول البعض انه يفرض رؤيه معينه في مرحله من المراحل ستعود الامور الى نصابها، والشعب اللبناني لم يعد بذلك الجهل الذي كان عليه في 62. الوضع في اليمن تغير كثيرا، وبالتالي مهما حاول البعض ان يفرض رؤيته في على التعليم سواء التعليم العالي او التعليم الاساسي في داخل البلد هذا لن يدوم. ووجود الحوثيين في البلد هو تاكيد لهذه الحقيقه، هم كانوا جزء من المجتمع اليمني موجودين، لكن استمروا على تربيه افرادهم بطريقه معينه وبفكر معين، ولهذا هم الان موجودين ومنتشرين بالطريقه هذه، بالمثل اي طرف اخر سيمارس نفس الامر في المستقبل او في الوقت الراهن، وبالتالي البلد لم يعد يحتمل كل هذا. لابد من منهج وطني جامع للناس كلها يعبر عن الروح الوطنيه اليمنيه الاصيله، بغض النظر عن الانتماءات الطائفيه او الانتماءات الحزبيه او غيرها. فهذه اعتقد انها امر مسلم وسنصل له شئنا ام ابينا، وعلى الجميع ان يقبل ببعض ويعيش مع بعض في داخل هذا البلد. نعم، اذا يعني من خلال اطلاعك وتواصلك مع زملائك الاكاديميين، كيف يتم التعامل معهم هناك دكتور؟ تقصدي مع من؟ الأساتذة الأكاديميين كيف يتم التعامل معهم من قبل المشرفين الحوثيين، من قبل وجدنا أن هناك حتى على مستوى بطاقة لا تخول الأستاذ الجامعي الدخول بها إلا بها وعليها شعار الحوثيين. في الواقع لم تشهد البلد حالة نزيف للعقول كما تشهدها في الفترة الحالية في ظل الأوضاع القائمة في البلد ووجود صوبتين في داخل البلد. كثير من العقول غادرت إلى خارج البلد. نعم. وهناك كثير أيضا ما زالت من العقول موجودة في داخل البلد رفضت أن تغادر برغم كل الظروف السيئة التي تعيشها البلد، رفض أن يغادر ومستمر وباق يؤدي واجبه بشكل كامل استشعارا بالمسؤولية الوطنية برغم كل الظروف التي يعانيها. طبعا هناك حالات احيانا من التضييق، مثلا هناك اختراقات على القانون، حرم اعضاء هيئه التدريس من ان ياخذوا حقهم في التفرغ الاكاديمي وفي التفرغ العلمي وهو حق كفله القانون، يعني اخذ قرار بانه لا يحق لاحد ان ياخذ التفرغ العلمي حقه المقرر في القانون اساسا دون اي مسوغ قانوني، هذا امر طبعا غير مقبول. هناك مضايقات اخرى، اعضاء هيئه التدريس يعيشوا حاله من الظروف المعيشيه الصعبه في داخل البلد. انا اعتقد طبعا المعاناه في داخل البلد كلها يعني بما فيها المناطق التي مسيطر عليها سلطه عدن والمناطق التي مسيطر عليها سلطه صنعاء. الناس تعاني كثير، اعضاء هيئه التدريس جزء من هذا المعاناه. كثير الذين ارتأوا او رفضوا ان يغادروا البلد في ظل هذه الظروف السيئه استشعارا بالواجب الوطني عليهم يعانوا كثير. نحن نعيش بالرواتب. ويعرف هذا الكلام الجميع، هناك بعض الاخوه يستلمون رواتب من سلطه عدن، لكن في نفس الوقت ايضا هؤلاء عندما يحاولوا الذهاب من صنعاء الى عدن لكي يستلموا رواتبهم يتعرضوا للمضايقات، يتعرضوا احيانا للاعتقالات، هذا امر غير مقبول. يعني ان يكون هؤلاء الناس يستشعرون روحهم الوطنيه، يستشعرون واجبهم الوطني تجاه ابنائهم الطلاب برغم كل ظروف العيش، لا ينبغي التضييق عليهم، تكون المساله كانه لا نرحم ولا نخلي رحمه ربنا تنزل زي ما يقول الاخوان المصريين. وبالتالي هذه طبعا امور نقدر ظروف الحرب تفرض نفسها على الجميع، لكن العضويه التدريس يعاني عناء كبير، كانوا يعيشوا في حاله ماديه سيئه من قبل، لكن هذه حاله ماديه لا يمكن وصفها الان، بعض كما اشرتم في التقرير بعض اعضاء هيئه التدريس توفوا لانهم لم يجدوا قيمه الدواء. اعضاء هيئه التدريس ليسوا طرف في هذا الصراع الكبير الذي يدور بحيث انه على السلطتين سلطه عدن وسلطه صنعاء ان تقوم بواجباتها وان تحاول ان تحافظ على هذه العقول، لو فقدتها يفقد اليمن كوادر وطنيه كبيره وعقول
ربما لا يستطيع أن يعوضها خلال سنين طويلة في المستقبل. صحيح. إذن برأيك دكتور كيف يمكن تدارك هذا الدمار الذي طال المؤسسات التعليمية سواء الآن أو في حال وضعت الحرب أوزارها؟ هذا الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل، قلت لابد من خط وطني جامع. هل يمكن ذلك الخط الوطني؟ سيعود بالتأكيد. هم كل الأطراف التي تتصارع الآن في داخل البلد هم يعرفوا جميعا أنه في الأخير معالهم أن يلتقي. لن يكون هناك من يشعث اليمنيين قبل أنفسهم، هم من يستطيعوا أن يخرجوا أنفسهم من هذه الإشكالية الكبيرة التي وقع البلد فيها، والذي أصبح كل المواطنين اليمنيين ترس من محفاتها. هذا سيعود، لن يتم الحال على ما هو عليه، لن تستمر السلطتين في صنعاء وفي عدن كما هو عليه، لابد أن يعود لليمن رونقه وأن يعود. نحن لدينا عمل كبير برغم كل العناء الذي نعاني، في الأخير نحن اليمنيون الذين نستطيع أن نصنع الحل لهذا البلد. لن يأتي الحل من الخارج، ولن يأتي كل الدول التي قالت أنها تأتي بكيف من قبلها، كل دولة منهم لها مشروعها الخاص، وعلينا أن نعي جيدا نحن كيمنيين أنه في الأخير نحن إخوة، وهذا وطن لنا جميعا بكل تصريفاتنا المختلفة مذهبيا وطائفيا وحزبيا، وفي الأخير لابد أن يقعد اليمنيون من جديد على طاولة الحوار كما قعدنا في 2011 نهاية 2011 في مؤتمر الحوار الوطني، وخرجنا بوثيقة جامعة للناس كلها ستكون هذه مرجعية الناس. الآن الاستمرار في الوضع القائم وترك الأجندات الخارجية تذهب باليمن بعيدا عن كل التصورات، أعتقد هذه بس الإشكالية كبيرة جدا. فلهذا لابد نحن نعمل إنه في المفاوضات القادمة الأطراف أن تعود إلى رشدها وأن تصل إلى حل لمأساة اليمنيين. الناس في كل القطاعات تعاني، وعليهم أن يستشعروا مسؤوليتهم سواء سلطة صنعاء أو سلطة عدن. لا مجال لهذا الوطن يذهب بعيدا وتفلت الأمور من أيدينا. عليهم أن يعوا أن حلهم يمنيا، وكلما كان الطرف اليمني يفرض أجندته بشكل أكبر كل الأجندة الأجنبية ستتراجع للخلف، وكلما أتحنا لهم الفرصة أكثر سيذهبون في أجنداتهم إلى درجة أن يمزقوا هذا الوطن بعيدا عن كل ما أخطط ثورة 26 سبتمبر 2006. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله ناشر عضو هيئة التدريس بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. دكتور عبد الباقي، يعني كنا نتحدث عن مدى الأثر السلبي الذي سيطال أبناؤنا، ولكن هناك أثر أيضا سلبي يطال الأستاذ الجامعي سواء من سلطة الميليشيا التي تجبرهم على ما لا يريدون والتي تحرمهم من مرتباتهم والذين اعتقلت بعضهم، أو سلطة الشرعية التي تناست هؤلاء الأساتذة الجامعيين وكأنهم ليسوا هم العقل التنويري للبلد. نحن اليوم أمام مسألة في غاية الخطورة. أولا دعنا نقول أنا بعيد عن الخطاب والحديث عن أننا سننتصر والثورة الوطنية، وهذا كلام نحن يعني متفقين عليه. نحن الآن لابد من العمل وفق الاستراتيجية الوطنية، بمعنى الإمامة كانت تحارب العلم وتستهدف تعميم الثقافة الوطنية تماما. هي الحوثية هي مظهر من مظاهر أو يعني امتداد من امتدادات المشروع الإمامي الذي يعتبر العلم أحد المخاطر التي تهدد شرعية الحاكم. وبالتالي منذ اللحظة الأولى تم السيطرة على التعليم العالي وعلى الجامعات صنعاء. بالتالي المعركة ليست معركة عسكرية، المعركة هنا معركة ثقافية وتعليمية، بمعنى أن الدول التحالف والسلطة الشرعية قامت بمعارك عسكرية وتحركت في القوات، وهناك مقاومة وطنية، هناك المقاومة الثقافية، يعني تركت المعلمين دون مرتبات، تركت الجامعة،
دون تسليم مرتبات يعني ساهمت الجامعة مستهدفة من أيام الرئيس السابق صالح في إطار مشروع التوريث. ثم الحوثيين ذهبوا مباشرة، قاموا بالسيطرة على التعيينات الأكاديمية، قاموا بالسيطرة على الإدارة المالية، قاموا بالسيطرة على رئيس الجامعة، هناك استهداف مباشر. الأستاذ الجامعي ليس مستقلا، نحن الجامعة، أنا كنت أقول لزملائي وخروجي من اليمن كان تحت الضغط، نحن لسنا موظفين، نحن لدينا مهمة وطنية، نحن الرابط بين الثقافة والمجتمع. نعم، هذه المهمة الوطنية لم تعد لم لا تكون باستطاعتكم خضعوا يعني. نعم، هم خضعوا الزملاء أنا الآن يعني هم مجبرين على الخضوع لأنهم كانوا في فترة من فترات كان علاقتهم علاقة مرتب. أنت الأستاذ الجامعي مرتبه ليس من أنه موظف، الأستاذ الجامعي لديه مرتب لأنه يقرأ ويطلع ويجدد في معرفته ويساهم في إحداث تحولات في المجتمع. الآن حصل ما حصل، هذه السلطة تركت الأستاذ الجامعي إلى هذه المرحلة، بالتالي الحوثيين خلقوا حالة من الجوع والتبعية والمجاعة. وبالتالي أنا لا أتحدث عن انهزام، نتحدث الآن ليس بأن في الأخير سينتصر المشروع الجمهوري في الأخير، هناك يعني إيقاف المدارس. أنا أذكر نفسي وأنا شاب درست على يد المعلم المصري والفلسطيني والتونسي، لم يعني قعدنا ما يقارب 40 عام حتى وجد الأستاذ اليمني في الجامعة، وكان نادرا. نحن الآن لدينا جيل يمني ولدينا شاب الدكتوراه من جامعة صنعاء، هذا يعني حصيلة نصف عقد من الزمن حتى وصلنا إلى ما نحن عليه. بالتالي أنت الآن تقضي على ما قامت به الثورة رغم التشوهات. هذه السلطة الشرعية لعبت دور سيء جدا، يعني لم تستطيع أن تحافظ على كرامة الأستاذ الجامعي وتمده بوسائل العيش عبر الكريمي، عبر عدن، عبر وسائل أخرى ليعيش ويستمر، ولكن لأنه تحت السلطة الحوثية ينبغي أن لا يستلم مرتبات. يعني لكن هناك أيضا نقطة تواجههم، يعني يتحدث الدكتور أنه حتى من ذهب إلى عدن لاستلام مرتبه يعتقل بعضهم، يعني وكأن يعني أنت تستلم من هذا فأنت ضمن إطار وسائل المرتزقة. هناك وسائل كثيرة، وهناك النقابة، وهناك تهريب أموال، وهناك كما يستطيعون تحرك الأموال والتجارة يستطيعون تسليم مرتبات. ليس فقط الجامعة، نحن أمام كارثة أخرى، كارثة التعليم والتنشئة. الجامعة الآن هناك كارثة أخرى في التعليم الابتدائي والثانوي، هذول اللي يتم الآن إعادة المنهج المدرسي وترك المعلمين، قيمة المعلم لها في غاية الأهمية. أنت الآن تترك المعلمين، يعني هل في منطق لهذه السلطة أن تدير معركة عسكرية دون المعركة الإعلامية؟ أين 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 وسائل الإعلام؟ أنا لا أتابع، أنا من أهم المهتمين، لا أدري هل هناك قناة يمنية ولا في إذاعة يمنية أو صحيفة، لا أدري. نحن المهتمين لا نشاهد ذلك، كل القنوات خاصة. أيضا هل هنالك يعني وسائل ما يسمى تواصل خارجية بلغات أخرى؟ هل هناك إدارة ما يسمى أزمة ثقافة، يعني إدارة المرحلة التعليمية للحفاظ حتى على هل تتوقع يعني حتى على مستوى التعليم الابتدائي لو تحدثنا عنه والثانوي، يعني لم يعد يعني نحن لدينا أهلنا في صنعاء ما زالوا هناك، ونتحدث عن سنوات تمر دون حصيلة معرفية حقيقية، يعني إما إدرام مدرسين، إما عدم وجود مدرسين وإحلال من يعني ينتمون لهذه الجماعة، وهذا خطر أكبر. فيعني هناك كارثة حقيقية تواجه هذا. الحوثيين هدفهم واضح كما قلت لك، ليس كلاما يعني بمعنى تعبوي أو إعلامي. جامعة صنعاء والجامعات اليمنية والتربية والتعليم هدف أساسي للحوثيين، هدف رئيسي وأساسي لتغيير حتى أسماء الشوارع، الأناشيد الوطنية، تغيير الذاكرة. يعني شوفي 21 سبتمبر أول ضربة يعني قدمت لضرب ثورة سبتمبر، بعدين سيغيروا أسماء الزبيري والنعمان والأغاني والتراث، ثم سيغيروا، ثم شرعية الحاكم. شرعية الحاكم، نحن الجمهورية اليمنية وأهداف ثورة 26 سبتمبر، سيصبح هناك شرعية للبطنين. هذا التحويل طبعا يقول لك واحد هذا نوع من الخيال. إذا استمرت هذه المعركة المفتوحة لعشر سنوات، هناك جيل كما كانوا يقولون الشباب المؤمن، هذا الشباب المؤمن اللي كان الطفل صغير تربى عقائديا ربيته بملازم،
هذا الجيل إذا استمرت وحسب المخطط الغربي اليمن يمكن تقعد عقد وعقدين على هذه الشكل الرخوة. نعم، إذن بهذا الشكل دكتور، يعني طبيعة الحال سيطرة الميليشيا على الدولة، يعني سيطرتها على المؤسسات التعليمية والإعلامية وما إلى ذلك، وأتاحت لهم أيضا فرض الأجندة الخاصة بهم، يعني برأيك ما هي المخاطر من استمرار كل ذلك؟ أولا قبل المخاطر، إذا لم نتحرك بشكل جدي ليس بخطاب، دحين الآن أنا لا أحبط، أنا لا أميل للحديث عن ثورة سبتمبر، وأكيد حتما وأكيد وأؤكد ذلك ليس إعلاميا، حتما الجمهورية والنظام الجمهوري هو المنتصر حتما، ولكن نحن نتحدث عن تقليل التكلفة واختصار الزمن. لكن زمان لما الإمام عزل الناس ومنعهم من المدارس وكانوا يعني يعملوا صريط ترتر، وعندما خوفهم بالأسد وصوت الأسد، عندما المجتمع اليمني لأول مرة في التاريخ الإذاعة المواطنين يذهبوا الإذاعة ولا الإذاعة تذهب إليه، عندما ذهبوا يستمعون الإذاعة إلى جانب السيارة، هذا الجيل انتهى. نحن الآن أمام عصر افتراضي، أمام تحولات عالمية، هذا انتصار الجمهورية وأكد لك. لكن إذا هذه السلطة المشلولة حتى الآن تدير المعركة، لا استطاعت تدير معركة التفاوض، بمعنى أنها استطاعت أن تحافظ على التفاوض على مخرجات الحوار، وهناك انتصار عليها بحيث تغيير ما يسمى أطراف النزاع، وهذا في غاية الخطورة. تغيير أطراف النزاع يعني تغيير مخرجات الحوار. اثنين، لا استطاعت تدير المعركة الاقتصادية، ونحن الآن أمام تدهور العملة وأزمة خدمات. مع المعركة الأخطر، أنت بحاجة إلى ما يسمى الحامد الجماهيري المدافع على الجمهورية، على المواطنة، الحامل الجماهيري الذي يسندك. تركت مدينة تعز وبقية المدن اليمنية اللي هي مدينة، يعني المدن اللي هي مثلا مدينة عدن نقول بحاجة إلى تعبئة لإعادة وضعة الجماهير في النسق الوحدوي، بحاجة إلى تعبئة يعني خلق مشاريع اقتصادية، استئناس، تعبئة، وجود دولة، خدمات. المواطنين في المناطق الجنوبية نصفهم سيذهب مع الدولة عندما يجد، ولكن هناك من يعيق من دول التحالف. في هذا المواطن يحس بالأمان والاستقرار والخدمات ويحس بحركة اقتصادية، سيتغير. طيب أنت لديك الآن مدينتين، مدينة مارب ومدينة تعز، مدن حاملة بمعنى لا تحتاج تعبئة، لا أنت متواجد في هذه الجغرافية الطاردة، ولا أنت وجهت اهتمامك إلى الحامل الجماهيري لمخرجات الحوار. تعز تركتها الآن تستهدف وهناك معارك خطيرة، ولا تحركت إلى مدينة الحديدة، أيضا مدينة حاملة جماهيريا، ليس لديها نزوع، لديها إحساس بالظلم. هناك فرق بين النزوع نحو فك الارتباط والشعور بالإقصاء. الشعور بالإقصاء التنمية وإحداث تنمية ووجود الدولة سيخفف من الشعور بالإقصاء لدى أبناء تهامة والحديدة، لكن ليس لدى هذه المدينة نزوع سنستقل عن الجغرافية. بالتالي إذا لم تضع هذه الدولة استراتيجية وطنية، بمعنى أن تدير معركة التربية وتقدم المال والمرتبات والاهتمام وهي تدير معركة عسكرية، وأن تقدم الدعم للأساتذة الجامعيين والأكاديميين وللمعلمين بشكل عام، أنا أقصد المعلمين، هذا الأساس، ثم الجامعيين بطرق عدة، كما هم يستلمون بالدولار في الجنوب الخارجية، كما هم يستلمون من المسؤولين الماليين في الرياض، كما هم يستلمون ويشترون شقق في القاهرة، يستطيعون أن يوصلوا هذه الأموال إلى الداخل. هناك وسائل عدة. يستطيعون، لا أقل، يستطيعون أيضا عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق المجتمع الدولي أن يفرضون. شو بقول لك، المجتمع الدولي عندما أراد الحفاظ على الحوثيين، أراد الحفاظ عليهم، جعل البنك المركزي تحت إشرافه. وبالتالي ما يسمى بالهدنة الاقتصادية، ألا يستطيع المجتمع الدولي أن يفرض تسليم المرتبات للأكاديميين بغض النظر عن شعار الموت لأمريكا، لكن لابد من الحفاظ على كرامتنا، على كرامة المدرس الجامعي، لابد من الحفاظ، لو سمحتي لابد من الحفاظ. نعم لدي، نعم لدي هاتف دكتور عبد الباقي الأستاذ الصحفي همدان العلي من جنيف. مساء الخير أستاذ همدان. مساء النور، أهلا وسهلا.
أهمك. أستاذ همدان، يعني نقف اليوم على أحد أبرز المشاهد المأساوية في البلد، وهي تجريف عقول جيل الشباب والطلاب عبر تغيير في المناهج الدراسية وكذلك المناهج في الدراسات الأكاديمية. برأيك ما هي الآثار المترتبة على كل ذلك؟ بداية إذا عدنا لليوم الأول الذي سقطت فيه صعدة، كان أول إجراء قامت به ميليشيا الحوثي في محافظة صعدة هو تغيير مدراء المدارس، تغيير المدرسين الذين لا ينتمون إلى نفس النطاق الجغرافي والفكر الخاص بالميليشيا، يعني أبناء المدرسين الذين كانوا ينتمون إلى محافظة تعز أو محافظة ريما أو محافظة إب كانوا يبعدونهم إلى منازلهم ويرسلون مرتباتهم إليهم ويعني قاموا بإحلال موظفين جدد بدلا عنهم. اهتمام ميليشيا الحوثي بالمدرسة وبالتعليم لا سيما التعليم الأساسي والثانوي تحديدا مركز وواحد من أهم أولويات الميليشيا، وهذا ما جعل جماعة الحوثي تضع يحيى بدر الدين الحوثي وزيرا في وزيرا للتربية والتعليم في حكومة الحوثيين بالرغم أنه لا يملك شهادة الثانوية أو مؤهل علمي. وبالتالي هذه المدارس والجامعات أيضا هذه تعتبر أولا أو تحرص الميليشيا الحوثي يعني على السيطرة عليها لتحقيق هدفين أساسيين. الهدف الأول آني ومرحلي وهو تعبئة هذه أو الطلاب في هذه المدارس والجامعات وإرسالهم للجامعات، والهدف الاستراتيجي أو طويل الأمد هو التغيير الديموغرافي وتغيير فكر اليمنيين بما يتلائم أو بما يتفق مع الفكر القادم من خارج الجغرافيا، خارج جغرافيا شبه الجزيرة العربية. المسألة خطيرة وهناك إجراءات كثيرة تقوم بها ميليشيا الحوثي في سبيل تحقيق ذلك، وليس فقط يعني تغيير المناهج، هناك يعني استغلال المناشط المدرسية، هناك كما قلنا إحلال مدرسين جدد، كثير من المدرسين بسبب الأوضاع الاقتصادية وعدم تسليم المرتبات وهي يعني وسيلة من الوسائل التي حرصت على تنفيذها ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي تستطيع تسليم مرتبات الموظفين تحديدا المدرسين، فهي يعني مثلا تستلم في السنة بحسب تقرير الخبراء تحصل على أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا، وهذا يعني بحسب اقتصادين أنها قادرة على الأقل أن تسلم نصف راتب لكل موظف، لكنها لا تريد تسليم هذه المرتبات لأنها تعرف جيدا بأن أو تريد أن إما أن يرحل المدرسين ويتم استبدالهم بمدرسين يقدمون أو ينشرون فكرهم المتطرف، أو لاستغلال الطلاب ويعني سواء كانوا أطفال أو يافعين لإرسالهم إلى الجبهات، يعني أسباب هائلة وكبيرة يعني أو أهداف كبيرة أو كثيرة تريد ميليشيا الحوثي تحقيقها. نعم. من عدم برأيك أستاذ همدان ما الذي يتعين على الحكومة ومؤسسات التعليم ومنظمات المجتمع المدني فعله في هذا الإطار؟ يعني ألا يجب أن يعني تتحمل الحكومة مهمتها في جانب يعني صرف رواتب هؤلاء المعلمين على الأقل يعيشوا حياة كريمة؟ ونحن نتابع أخبار هذا الأستاذ الأكاديمي الذي يبيع الذرة وذلك الذي يبيع السندوتشات والآخر الذي أصبح خبازاً وآخرهم ربما الذي توفى لأنه لم يجد علبة دواء سكر، يعني كل هذه ألم تحرك قليلا من ضمير هذه الحكومة؟ يعني هناك أمام هذه المشكلة هناك إجراءات يجب أن تقوم بها مختلف المكونات التي تؤمن بالدولة وبالجمهورية، بداية من الأسرة وانتهاء بمنظمات المجتمع مرورا بالحكومة وانتهاء بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية أيضا. أولا على الأسرة أن تقوم بواجبها للحد من انتشار هذه أفكار الجماعة المتطرفة بوسائل مختلفة، بمتابعة أطفالها، بمتابعة أبنائها، سواء يعني هو لا خوف كبير على الطلاب في الجامعة، ولكن الخوف كما قلنا في المدارس في المستويات الأساسية والثانوية أيضا. أيضا على الحكومة أن تقوم بدورها في عملية تسليم الرواتب، طبعا الحكومة حرصت
على الذهاب إلى جنيف من أجل نقاش ثلاث قضايا أساسية، منها مسألة الرواتب ورواتب الموظفين بشكل عام، لكن ميليشيا الحوثي تخلفت عن هذا اللقاء أو هذا الحوار الذي كان يجب أن يحدث في جنيف، ويعني لابد من الحكومة أن تبذل جهود مضاعفة في سبيل إيصال أو تسليم مرتبات المدرسين سواء في المدارس أو في الجامعات، لأنهم بالتأكيد يعيشون ظروفا صعبة ونحن نشاهدها جميعا. هناك من ترك المدرسة والجامعة وذهب ليمارس أعمال مختلفة ليس له يعني تجربة فيها. أيضا هناك دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية للضغط على الأطراف المعرقلة أو التي يعني تستفيد من عدم يعني سير العمليات التعليمية في هذه المرحلة، وهي بالتأكيد ميليشيا الحوثي، إلى جانب مساعدة الحكومة والدفع بها لتوفير رواتب الموظفين باعتبارها السلطة الشرعية، والتي يجب أن تكون الوعاء الأساسي الوحيد لإيرادات الدولة في يعني الموجودة أو التي يتم توفيرها من كافة الأراضي المنية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومن تالي يتم من خلال هذا الوعاء توزيع الرواتب للموظفين بما فيهم المدرسين في المدارس والجامعات. نعم، وهذا ما يجب عمله خاصة يعني بعد أن ازداد الوضع سوءا. شكرا جزيلا لك همدان العلي، الصحفي المتخصص في الشؤون المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك دكتور. دكتور، يعني وأنا أتحدث مع الأستاذ همدان، يعني فعلا هناك العديد من القصص التي تؤلم، يعني نحن نقرأ على صفحات أساتذة جامعيين ما يوجع، يعني إحدى المدرسات أو يعني من الأساتذة التي تتحدث عن عدم وجود توفر الغاز حتى تصنع لها الشاهي لتأكل سندوتش الجبنة والخبز، وأخرى لا تجد مواصلات وذلك يموت متوفيا إثر عدم وجود علاجه. كل هذه يعني عوضا عن تجريف المناهج وما إلى ذلك، لكن هناك خسارة حقيقية لهؤلاء العقول، يعني ما حجم تأثير ذلك على العملية التعليمية؟ أمام كارثة إنسانية ومؤلمة للغاية أن نصل إلى ما وصلنا إليه، ولكن دعنا نكون واقعيين. يعني السلطة الشرعية عليها أن يعني هي الآن تتخلى عن أدوارها. يعني هناك صحيح ضغوط دولية، هناك حديث أن الحوثيين هم ذهبوا إلى جنيف بهدف أنه الحوثيين يضعون بعض الموارد في البنك المركزي، لكن عندما نتحدث عن دولة نتحدث عن التزام إخلاقي والتزام في دفع المرتبات بغض النظر عن الحوثيين دفعوا إلى البنك المركزي أو لا، أو اتفقوا هناك على الأقل يدفعوا مرتبات الجغرافية المستعادة حتى بقية المناطق تتشجع للانضمام لهم، بمعنى خفف الحجم الكارثة. يعني الآن لا قادر تدفع مرتبات المناطق المستعادة ولا قادم تدفع يعني مرتبات، على الأقل احصر الجغرافيا واحصر العدد في مكان محدد، وبالتالي هنا الحوثيين سيكونوا مسؤولين على جزء محدد. لكن تلم لا قادر تفرض، حتى الأمم المتحدة لدول التحالف مهملة لأنها هذه أموال تدفع، بالتالي نحن أمام معركة متعددة المداخل. علينا أن نتحرك جميعا لأن المجتمع اليمني سيخسر جيل قادم من التعليم، نحن إلى عقود، يعني جيل ستغير ذاكرته الوطنية، هناك يعني سنتأخر عن ركب الحضارة لعقود، ستدمر بنيتنا التحتية. الأستاذ الجامعي هذا ليس حصيلة يوم، هذه حصيلة 30-40 سنة، نحن بحاجة إلى بناء جيل جديد. بالتالي يعني الحديث عن معركة مع الحوثيين، معركة في تخوم صنعاء ومعركة في الحديدة، هذا حديث قاصر، هذه معركة قاصرة. السلطة الشرعية نحن الآن سنقف ضدها. أنا لم أنا منذ 3 أيام لم أستوعب أن زميلي في الجامعة يعني توفى بسبب علاج، وهناك مآسي أخرى. يعني وصلنا إلى مرحلة من الصعوبة. نحن في الخارج أيضا دون مرتبات ومفصولين، الحكومة حتى عندما فصلنا، أنا مفصول جامعة صنعاء، لم تتواصل معي الجامعة، لم تتواصل معي النقابة، لم تتواصل. أين
هذا الاهتمام؟ أين هذه سنكمل الآن، أين ما يسمى بالتيم وورك بفرق العمل الأكاديمية لتعمل على الملف الأكاديمي، الملف الوطني، ونحن في معركة وطنية مع النشء، المعركة الصحية، معركة التفاوضات. نحن أمام دولة تتحرك في نيويورك وفي الرياض أمام مجموعة يعني مرتباتهم مضمونة وشققهم مضمونة وأولادهم في الخارج. نعم، ذلك ولنذهب نحن إلى الجحيم للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، فنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.